بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الدعوة إلى الله تعالى تعد من أجل الأعمال وأفضلها وأكثرها قربة ومثوبة عنده سبحانه، لذلك اختار صفوة خلقه ليكونوا رسلاً وأنبياء من قبله، داعين إلى تحقيق الغاية التي خلق من أجلها الإنس والجن، وهي عبادة الله وحده لا شريك له ونبذ ما سواه. وقد خص سبحانه الدعاة إلى الله تعالى بعظيم الأجر في الدنيا والآخرة. وكان هذا الرجل الذي نحكي قصته اليوم واحداً من هؤلاء الدعاة إلى الله، والذين ذكرهم القرآن الكريم، إنه مؤمن آل ياسين. أما زلت مستيقظاً يا خالد؟ مرحباً يا أبي، لقد شدني هذا الكتاب ولم أشعر بالوقت. كتاب؟ أي كتاب هذا؟ إنه يتحدث عن القرى التي أهلكها الله بسبب كفرهم وعصيانهم لرسلهم. ولكنه كتاب ضخم، يمكنك استكماله غدا. حسنا يا أبي، ولكنك قد تحدثت عن مؤمن آل فرعون ولم تحدثنا عن مؤمن آل ياسين. الآن يا خالد، لقد تأخر الوقت. يمكنك أن تختصرها إذن. حسنا سأحاول. جرت أحداث هذه القصة في إحدى القرى القديمة، وقد كان أهلها فاسدين يعبدون الأصنام. وكان من أهل هذه القرية نجار وصانع أصنام اسمه حبيب، اعتزل الناس وسكن أطراف القرية، فقد كان مصابا بمرض الجزام، فنفر الناس منه. وفي يوم جاءه أحد القائمين على خدمة المعبد. يا حبيب! من ينادي؟ تفضل يا سيدي، تفضل. قف مكانك ولا تقترب مني. عفوا يا سيدي، عفوا، نسيت أنكم لا تقربونني بسبب هذا المرض اللعين. لا عليك، ابتهل للآلهة أن تشفيك. سنوات يا سيدي وأنا أدعوها أن تشفيني، لكن يبدو أنها ساخطة علي. لا تيأس يا رجل، وها قد أتتك الفرصة لترضى عنك الآلهة، فهي الآن في حاجة لخدمتك. إنه لشرف عظيم أن أخدم الآلهة، ولكن كيف؟ لقد سقطت أذن إله الحكمة ولم نجد أمهر منك لإصلاحها، فلا يصح أن يكون الإله بأذن واحدة. طبعا يا سيدي، طبعا لا يصح، لذلك أرى أن نقوم بتثبيت أذن الإله بالمسامير بدلا من الصمغ حتى لا يتكرر سقوطها. ها؟ ماذا تقول يا حبيب؟ أجننت؟ تريد أن تدق مسماراً في رأس إله الحكمة فتفسد تدبيره للكون؟ أصلح الأذن بالصمغ ولا تدق مسماراً واحداً، أسمعت؟ هكذا كان أهل هذه القرية الضالة، ولأن الله تعالى لا يرضى أن يعبد سواه على الأرض، فقد أرسل رسولين يدعوانهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، ولكن أهل القرية كذبوهما، فعززهما الله وقواهما برسول ثالث. فقالت الرسل: إنا إليكم مرسلون من ربكم الذي خلقكم ويأمركم بعبادته وحده لا شريك له. لو كنتم رسلاً لكنتم ملائكة. فقالت الرسل: نحن ندعوكم لعبادة الله ولا نريد منكم أجراً
فآمنوا لتأمنوا في الدنيا والآخرة. إنا لا نرى منكم خيرا، ولقد تشاءمنا منكم، وإن لم تتركونا سنرجمكم ونعذبكم عذابا شديدا. ها أنا ذا قد أصلحت أذنك أيها الإله، وأظن أنك تستطيع سماعي بوضوح الآن، فرد إلي الجميل والمعروف وأصلح لي جلدي. أريدك أن تشفيني من هذا المرض اللعين، فالجميع ينفرون مني ولا يتعاملون معي. أتوسل إليك، أعد لي بشرتي سليمة واشفيني من مرضي. أما زلت تدعو يا حبيب؟ أما سئمت الدعاء؟ لا أعلم لماذا لا تستجيب الآلهة لدعائي، فإني لم أقصر معها وأداوم على تقديم القرابين، ولي سنين طويلة أدعو ولا يستجاب لي، ولا أعلم هل هم ساخطون علي أم أنهم لا يستطيعون سمعا. ما لك تتحدث كالمتآمرين الذين ظهروا في القرية؟ ها؟ أي متآمرين؟ قف بعيدا ولا تقترب مني. عفوا عفوا يا سيدي، لقد نسيت. من هم هؤلاء الذين ذكرتهم؟ إنهم ثلاثة رجال جاءوا إلى قريتنا ويدعون أنهم رسل، ويقولون إن آلهتنا لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع. عجبا، ألا يخافون عقاب الآلهة؟ يقولون إن لهم إلها آخر، وهذا الإله خالق كل شيء وقادر على كل شيء. ليتني أرى هؤلاء الرجال وأسمع منهم. ومر الرسل على حبيب وجلسوا بجواره يدعونه إلى عبادة الله. فأنتم إذن من جاءوا إلى قريتنا؟ حدثوني عن الله، من هو؟ فقالت الرسل: هو الله، هو الذي خلقك ورزقك، هو الذي يحيي ويميت. وهل من علامة تدل على هذا الإله؟ فقالت الرسل: ندعو الله أن يعافيك من مرضك هذا. إني أدعو آلهتي منذ عشرات السنين أن تشفيني من الجذام الذي أصاب كل جسمي، ولكن دون جدوى، فهل إلهكم قادر على أن يشفيني؟ فقالت الرسل: سندعو لك الله أن يشفيك إن شاء الله. ويرحل الرسل تاركين الرجل جالسا حزينا مع أصنامه. لو صدقوا فعلا وشفاني إلههم فسأكفر بهذه الآلهة وأتبع المرسلين. أمسى الرجل وأصبح، وبدأ في مزاولة عمله في صنع الأصنام، ولكنه وجد أن يديه سليمتان من كل سوء. ما هذا؟ أين التقيحات التي كانت على يدي؟ ليست موجودة. وقدمي، أين التقيحات؟ ليست موجودة، لقد شفيت. ووجهي، يبدو أنني قد شفيت. نعم قد شفيت. نعم شفيت، يبدو أنه إله المرسلين. أشهد أن لا إله إلا 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 إله المرسلين. ها؟ من أنت أيها الغريب؟ وماذا تفعل بدكان حبيب؟ إنه أنا حبيب، ألم تعرفني؟ أه؟
صوتك كصوت حبيب، ولكن هيئتك ليست كهيئته. أنا حبيب، وقد شفاني الله بعد أن آمنت بإله المرسلين. ماذا تقول؟ اتبعت هؤلاء المتآمرين على آلهتنا؟ والذين سيلقون جزاءهم اليوم؟ ماذا تقول؟ نعم، لقد حذرهم الناس من التمادي في دعوتهم، ولكنهم لم يستجيبوا، واليوم سيرجموهم ويقتلوهم إن لم ينتهوا عن دعوتهم. فارجع عما أنت فيه يا رجل. رحماك يا رب، رحماك يا رب. إلى أين يا حبيب؟ إلى أين؟ إلى رسل الله. أسرع حبيب من أقصى المدينة ليمنع أهل القرية عن الرسل ويسألهم عدم قتلهم، لأنهم رسل الله وهم على حق. يا قوم، يا قوم، اتبعوا المرسلين، فهم لا يبغون أجرا ولا مالا. إنهم متآمرون على آلهتنا ووجب قتلهم. هل اتبعتهم واتبعت إلههم يا حبيب؟ يا قوم، إنكم تعلمون بمرضي وتعرفون أني عبدت آلهتكم سنين طويلة، ولكنهم لم يستطيعوا شفائي من مرضي، ولقد شفاني رب هؤلاء الرسل. عد إلى صوابك يا رجل، وإلا رجمناك أنت أيضا. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون؟ إنني إن أرادني الله بضر فلن تغني عني آلهتكم ولا هم ينقذون. وقالت الرسل إنهم تاركون القرية، ولكن حذروهم من عقاب الله إن هم قتلوا حبيبا. ويلكم، إن بالذي آمنتم به كافرون. هيا يا قوم، هيا يا قوم، هيا يا قوم، اقتلوا هذا الرجل الصابئ الذي كفر بآلهتنا. اقتلوه، ارجموه، هيا هيا يا قوم، اقتلوه، اقتلوهم جميعا، ارجموهم. اجتمع أهل هذه القرية الظالمة على مؤمن قريتهم، مؤمن آل ياسين، ولم ينصره أحد منهم وقضوا عليه. فقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم. أرسل الله إلى القرية ملكا ولم ينزل جنودا، فصاح الملك صيحة فهلكت القرية بمن فيها جزاء على كفرهم واستهزائهم. دعونا نتأمل سلامة قلب هذا المؤمن، فإنه لم يشمت في قومه، وإنما كان حريصا حتى آخر لحظة على هدايتهم مع إنهم قتلوه. فبعد أن عاين رحمة الله عز وجل له قال: يا ليتهم نظروا إلى هذه الكرامة والرحمة وإلى هذا النعيم الذي انتقلت إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى جميع أنبياء الله ورسله أجمعين. والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. هذه الكلمات هي وصف لبلاغة القرآن، وأنه ليس من كلام البشر، فهو أعلى وأبلغ وأجمع من كل كلام، ولهذا شهد له الأعداء. فهذه الكلمات جزء من كلام طويل للوليد بن المغيرة، وهو واحد من صناديد الكفار في قريش، الذي أقر بأن ما أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس قول بشر، وأوشك أن يعلن إسلامه لولا رفيق السوء الذي أضله وأضل الكثير من قريش، إنه أبو جهل لعنه الله. ولقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من صديق السوء فقال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أراك لم تعد تلتقي بصديقك أحمد يا مازن، هل حدث شيء؟ لم يعد صديقي يا أمي. لماذا يا ولدي؟ هل أخذ يعيرك مرة أخرى بالجاه والغنى الذي يعيش فيه؟ لا، ولكنه يتحدث دائما عن الآخر بالسوء، وهذا ما أكرهه. عن من يتحدث يا مازن؟ عن بعض أصدقائي بالجامعة، وقلت له كثيرا إن هذا لا يصح. إنها من الخصال السيئة بالفعل، فمن يغتاب الآخرين في حضورك سيغتابك أيضا في غيابك. السلام عليكم، ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها، فيما تتحدثان؟ كان مازن يحدثني عن صديقه أحمد الذي تعود أن يغتاب الآخرين. أعوذ بالله، لقد نبهتك من قبل يا مازن أن أحمد هذا ليس بالصديق الذي تثق به. لقد قطع صلته به نهائيا ولم يعد يتعامل معه. إنه صديق سوء يا مازن، وقد أحسنت صنعا بالابتعاد عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من صديق السوء وشبهه بجليس نافخ الكير. ومن هو نافخ الكير يا عمي؟ إنه الحداد الذي ينفخ في النار أثناء تعامله مع الحديد، فمن يقترب منه لن يناله إلا الأذى. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. نعم، فالصاحب ساحب، إما إلى جنة وإما إلى النار. ألهذه الدرجة؟ نعم، فصاحب السوء قد يسحب صاحبه إلى النار والعياذ بالله، كما حدث مع الوليد بن المغيرة. وما حكاية هذا الوليد يا عمي؟ أليس هو والد خالد بن الوليد سيف الله؟ بلى، وأيضا الوليد بن الوليد، فالله يخلق من ظهر الكافر الضال مؤمنا صالحا. فلتحكي لنا إذن يا راشد حكاية هذا الوليد الذي كان ضحية لصاحب السوء. إنها حكاية التردد بين الكفر والإيمان، فهو من أشراف مكة وقريش، وقد كان يكره الخمر ويحرمها على نفسه وقومه، وكسى الكعبة عدة مرات، وكان يلقب بالوحيد الذي كانت له مزايا لم تكن لغيره، وهي كثرة الولد والمال. وتحيرت قريش ما تقول عن النبي بعد أن استمعوا لما جاء به من كلام الله الذي كذبوه. ذهب الأخنس بن شريق أحد رؤوس قريش يسأل أبا سفيان عما سمعه من النبي. ما نقوله فيما سمعناه من محمد يا أبا سفيان؟
أعرف وأنكر، فماذا تقول أنت؟ أراه الحق. ورب الكعبة يا أبا ثعلبة، لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. أنا والله كذلك، دعني أذهب إلى أبي الحكم. يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ وما سمعت يا ابن شريح؟ تنازعنا الشرف نحن وبنو مناف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذا؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدق. كانت هذه حمية الجاهلية التي منعتهم من أن يصدقوا من وصفوه طويلا بالصادق الأمين. وتحيرت قريش فيما تقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن حيرتهم ناشئة إلا عن معرفتهم السابقة بهذا النبي الكريم، والتي كانت تصب في صالحه، ولذلك تفرقوا في التعبير عن رفضهم للنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. وتحاكموا أخيراً إلى كبيرهم الوليد بن المغيرة. يا أبا عبد شمس، ما هذا الذي يقوله محمد؟ أسحر أم كهانة أم خطب؟ دعوني أسمع كلامه. فدنا الوليد من رسول الله وهو جالس في ركن بالكعبة. يا محمد، أنشدني من شعرك. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما هو بشعر، ولكنه كلام الله الذي بعث أنبياءه ورسله. أتل علي. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمع الوليد كلمة الرحمن استهزأ وقال: تدعو إلى رجل باليمامة يسمى الرحمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أدعو إلى الله وهو الرحمن الرحيم. ثم قرأ سورة فصلت، فلما وصل إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، صدق الله العظيم. هنا اقشعر جلد الوليد مما سمعه، وقامت كل شعرة في رأسه ولحيته، ومضى إلى بيته ولم يرجع إلى قريش. نكست برؤوسنا وفضحتنا. وماذاك يا ابن أخي؟ أصبأت إلى دين محمد؟ ما صبوت، وإني على دين قومي وآبائي، ولكني سمعت كلاما تقشعر منه الجلود. أشعر هو؟ ما هو بشعر؟ إنه كلام منثور لا يشبه بعضه بعضا، وما أظن أنه بقول بشر. لا، إنه ليس بقول بشر. والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه قولا. ويروى عن ابن عباس أنه لما سمع الوليد بن المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأه من القرآن الكريم كأن قلبه قد رق، فكان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر الصديق ويصيب من عندهما طعاماً، حتى حسبت قريش أنه أسلم. فلما بلغ أبا جهل ذلك
انطلق إلى الوليد بن المغيرة ودخل عليه بيته. ما لي أراك حزينا يا ابن أخي؟ وما لي لا أحزن. أي عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. لما؟ يعطونك إياه، وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينوك بها على كبر سنك، ويزعمون أنك زينت كلام محمد وتدخل عليه وعلى أبي بكر لتنال من فضل طعامهما. أقد تحدثت بهذا عشيرتي؟ قد علمت قريش أني أكثرها مالا، فأنتم تعرفون قدر مالي. فقل في محمد قولا يعلم قومك أنك منكر له ولما قال، وأنك كاره له. فماذا أقول فيه؟ والله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا قصيده ولا أشعار الجن. والله ما يشبه الذي يقوله محمد شيئا. والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه قولا. دعني أفكر فيه. لقد كان أبو جهل رجلا خبيثا وصديق سوء. يا معشر قريش، إنه قد حضر موسم الحج، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. فأنت يا ابن المغيرة فقل لنا رأيا نقول به. بل أنتم فقولوا وأسمع. نقول كاهن؟ لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. فنقول مجنون. ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه. إذن نقول شاعر. ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وقريضه، وما يقوله صاحبكم ما هو بشاعر. أو فلنقل ساحر. ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم. فما نقول إذن يا ابن المغيرة؟ ففكر في نفسه، ثم نظر، ثم عبس فقال: ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر. أما رأيتموه كيف يفرق بين المرء وأهله، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وعشيرته؟ وهكذا دعاه الكبر والعناد وتأثير أصدقاء السوء عليه إلى قول الزور، فمات على الكفر، ويخلد في نار جهنم بسبب من؟ بسبب صديق السوء، بعد أن كاد أن يسلم الوليد بن المغيرة، ولكن صديق السوء، ولأنه شخصية خبيثة، لا يرضى إلا أن يجد غيره أحط منه. فبسبب هذا الشقي أبي جهل مات الكثيرون على الشرك والكفر، وليس الوليد فقط. ولذلك توعد الله تعالى الوليد بن المغيرة وأنزل فيه العديد من الآيات، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى أنبياء الله ورسله أجمعين. حكايتنا اليوم عن صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي ضحى بكل شيء من أجل دينه وعقيدته، باع الدنيا واشترى الآخرة، فأنزل الله تعالى فيه قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، إنه سيدنا صهيب بن سنان أو صهيب الرومي كما اعتاد أن يناديه به أهل مكة. فمن هو صهيب الرومي؟ وماذا فعل في معركة الهجرة؟ وكيف باع الدنيا واشترى الآخرة حتى استحق أن ينال هذا الثناء من الله عز وجل؟ أريد أن تحكي لنا اليوم يا أبي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بطولاتهم. إنهم كثر وبطولاتهم لا تعد ولا تحصى، سواء كانت في الحروب أو في كفاحهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل نشر دعوة الإسلام. فلتحكي لهم يا راشد عن الصحابي صهيب بن سنان وموقفه من مشركي قريش. إنه صهيب الرومي، أليس كذلك يا أبي؟ بلى هو. ولماذا لقبوه بالرومي رغم أنه عربي كما هو واضح من اسمه؟ فلتكن حكايتنا إذن عن هذا الصحابي الذي باع دنياه واشترى آخرته. لم يكن فريدا في هذا، فكل صحابة رسول الله باعوا وضحوا بكل شيء من أجل آخرتهم. هذا صحيح، فطريق الإيمان والدعوة لم يكن سهلا وممهدا، بل على العكس تماما. فلماذا إذن نخص بالحديث هذا الصحابي الجليل صهيبا الرومي؟ ذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه قرآنا يتلى فيه إشادة بموقفه البطولي وصدقه مع الله ورسوله. هو صهيب ابن سنان، كان والده حاكما لبلدة تسمى الأبلة بالعراق، فعاش صهيب طفولة ناعمة سعيدة إلى أن أغار الروم عليهم فأسروا الكثير من أهلها، وكان صهيب ممن أسروا، فقضى طفولته وصدر شبابه في بلاد الروم، فأخذ لسانهم ولهجتهم، وباعه تجار الرقيق أخيرا لعبد الله بن جدعان في مكة الذي أعجب بذكائه ونشاطه وإخلاصه. يا ابن جدعان، ما رأيتك غلامك الرومي هذا، ذكاء قلب ونقاء سريرة. ما أحسب سيدي أبا سليمان يبيعني لك يا ابن أمية مهما غليت له في الثمن، أتبيعني له يا سيدي؟ إني رجل لا ولد له وقد كبرت سني، وأنت عندي بمثابة الولد، فهل يبيع الرجل ولده يا صهيب؟ أصدقنا القول يا صهيب، من أين لك هذه البراعة في التجارة؟ وهل سألك أحد عن سر فصاحتك يا أبا علي؟ ويحك، تحسن التملق. من كان مثلي في الرق يحتاج أحيانا إلى بعض الملق. صدق عبدك يا أبا سليمان، وإنه لذكي الفؤاد، أحرص عليه، فإن أردت يوما أن تبيعه فلا يخلص إليه أحد سواي.
أضائق أنت بالرق يا صهيب؟ ومن ذا الذي لا يضيق بالرق يا سيدي ابن جدعان؟ فإني أريد أن أرد عليك حريتك. أحقا ما تقول يا سيدي؟ ولكن أشترط لذلك شرطا. رق جديد يا سيدي؟ اعتاد العرب أن يشترطوا على من يعتقون. أنا لا أملك من المال ما أشتري به نفسي يا أبا سليمان. لا أريد مالا يا صهيب، ولكن أشترط أن تظل في تجارتي وبالأجر الذي تطلبه. رجل حر، ولكنه لا يملك أن يغادر مكة إلا بإذن سيدي. أتعبتني ورب الكعبة يا صهيب، فإني إذن أرد عليك حريتك دون شرط، ولعلك بعد هذا تكرم صاحبك في شيخوخته فلا تفارقه حتى يموت. أطال الله بقاءك يا أبا سليمان، فإني والله أفديك بنفسي، رددت علي حريتي أو أمسكتني. فلتصحبني إذن إلى الكعبة، فإني أريد أن أشهد قريشا على أنك حر وأنك من الساعة حليفي. وتمر الأيام على صهيب، ويموت عنه حليفه وصاحبه عبد الله بن جدعان، ويحاول حرب بن أمية أن يستعمله في تجارته. أما وقد مات صاحبك يا صهيب، فما رأيك أن تساعدني في تجارتي كما كنت تفعل مع ابن جدعان؟ قد نالني والله الخير الكثير من مال عبد الله بن جدعان، فأنا أستثمره لنفسي، ولا حاجة للعمل لأحد بعد موت صاحبي. ما أراك تطوف حول كعبتنا يا صهيب، ولا تقرب لآلهتنا. تعلم أني نصراني يا أبا الحكم. حقا؟ ما أراك تقرأ كما يقرأ النصارى، ولا تصلي كما يصلون. دع الرجل يا أبا الحكم وشأنه، ففي مكة متسع للجميع. إني أخشى أن يتبع هؤلاء الذين يتسللون كل ليلة إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم. ومن هؤلاء؟ نفر من أصحاب محمد بن عبد الله، لا أدري ماذا يفعلون في دار الأرقم. ولكننا نعرف أن محمدا لا ينظر إلى آلهتنا، ولم نره يتقرب إليها. إني أعلم أمانة محمد وحسن أخلاقه. إنهم يستخفون بالليل ويتكتمون أمرهم، ولا نعلم ماذا يفعلون في دار الأرقم. وددت لو عرفت بما يكون منهم في دار الأرقم. كان صهيب يعرف سيدنا محمداً قبل أن يوحى إليه، ويعرف كذلك مدى صدقه وأمانته، فقرر الذهاب إلى دار الأرقم ليسمع منه. من؟ عمار بن ياسر؟ صهيب، ماذا تريد؟ ماذا تريد أنت؟ جئت أسمع من محمد بن عبد الله. وأنا كذلك. وأعلن الاثنان صهيب وعمار إسلامهما، وكان من أوائل من جاهروا بإسلامهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وكانت هجرة صهيب صورة من صور الهجرة التي تجلت فيها معاني التضحية بالمال وبذله رخيصا في سبيل الله. حين خرج صهيب مهاجراً ليلحق برسول الله، تبعه نفر من المشركين ليمنعوه. إلى أين أنت ذاهب أيها الرومي؟
إني مهاجر إلى رسول الله. هكذا؟ جهاراً نهاراً؟ وكأنك تتحدانا أيها الرومي؟ أتيتنا صعلوكاً فقيراً فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ هذا لن يكون يا صهيب. يا معشر قريش، لقد علمتم أني من أرماكم رجل، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي، ثم أضربكم بسيفي حتى لا يبقى في يدي منه شيء، فأقدموا إن شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وتتركوني وشأني. فدلهم على المال بعد أن قبل المشركون هذا العرض، وانطلق إلى المدينة، فأدرك رسول الله في قباء. ولم يكد رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه حتى ناداه متهللا: ربح البيع أبا يحيى. وكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: يا رسول الله، ما سبقني إليك أحد، وما أخبرك إلا جبريل. فنزل فيه قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. وكأن لسان حال الصحابي الجليل صهيب يقول: ما قيمة المال ولو كان كل مال الدنيا، إن أنا خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تخلفت عن صحبة المؤمنين. لقد كان الثمن الذي دفعه صهيب لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم واللحاق به زهيدا جدا بالقياس إلى ما سيحصله من خير. لهذا لم يكن اختيارا صعبا على نفسه، فقرر أن يشتري الجنة. وكلما مر عليه الوقت ازداد إصرارا على قراره. لهذا تنازل التاجر صهيب عن كل ماله في لحظة واحدة دون تردد، ترك كل ثروته وكل تعب السنين. وتلك حقا هي التجارة الرابحة. ولهذا عندما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعله صهيب، جاء تعليقه عليه متوافقا مع هذا المعنى، حيث قال: ربح صهيب. وعندما جاءه صهيب ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرر نفس المعنى وقال: ربح البيع أبا يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. كلمات مباركات افتتح الله بها سورة الممتحنة، وتضمنت أحكاما أساسية في الفصل بين المسلمين وبين الكفار الذين استزلهم الشيطان. وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور عجيبة لا يجود الزمان بمثلها. فها هو رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الذين شهدوا بدرا، وقد أفشى سرا عسكريا خطيرا لأعداء الدولة الإسلامية. كان من الممكن أن يكون له أشد الأثر على أمنها
واستقرارها. يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، فكيف ذلك؟ إن البشر ما داموا ليسوا رسلاً ولا ملائكة فهم غير معصومين من الخطأ. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. حسناً، ولكن كيف يزيد إيمان المرء وينقص؟ يزيد الإيمان بالطاعات وينقص بالمعاصي. فهناك من يخطئ ويصر على خطئه، وهناك من يخطئ ويندم على خطئه ويصلح من نفسه، كما حدث مع الصحابي حاطب بن أبي بلتعة. أعرف القليل عن حكايته، فهل تزيدني؟ كان حاطب صحابيا جليلا، وكان ممن شهد بدرا، الذين خصهم الحق سبحانه بعلو المنزلة، وكان النبي قد اعتزم فتح مكة، ولكنه أبقى الأمر سرا بينه وبين أصحابه المقربين، ومنهم حاطب بن أبي بلتعة. يا حاطب، أترى ما أرى؟ أليست هذه سارة المغنية مولاة أبي عمرو بن صيفي؟ بلى، إنها هي بعينها يا مقداد. ترى ما الذي جاء بها من مكة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سارة، سارة! من؟ المقداد بن الأسود وحاطب بن أبي بلتعة؟ أينما سرت في يثرب أرى أهل مكة الذين هاجروا وفارقوا الأحباب والديار. فارقنا ديار الكفر إلى دار الإسلام، وتركنا أقواما فرارا بديننا، فعوضنا الله بالأنصار من الأوس والخزرج، وصاروا إخوة لنا في الإسلام. وأنت يا سارة، ما جاء بك إلى المدينة؟ لعلك قدمت مهاجرة مسلمة. جئت أحدثكم عن القوم في مكة، لقد بارت بضاعتي بعد بدر، وبعد أن قتل الكثير من شباب قريش وكبرائها على يد المسلمين، فأنفقت ما كنت أتقي به الأيام، ولم يبقى لي من حطام الدنيا أي شيء. ألا يقيمون ليالي السمر وتغنين كسالف العهد بك؟ لقد قالتها يا مقداد، لم يعد للغناء مكان وسط أحزان قريش بعد ما حدث لهم في بدر. سألناك يا سارة إن كنت جئت مهاجرة أو مسلمة ولم تجيبين. إني أريد أن ألقى أبا القاسم محمد بن عبد الله. اذهب معها يا حاطب إلى النبي، فلعل لها مع النبي حديث تريد أن تحدثه. إن لأهل بدر مكانة السبق والعلو في رتب الرجال وأصحاب المنزلة الرفيعة عند الله تبارك وتعالى. وحاطب بن أبي بلتعة رجل من قريش، ليس بالأصل ولكن بالانتساب، وكان من المهاجرين الأوائل. ساءني والله ما أنت عليه يا سارة، ولعلك تجدين الخير كله في الإسلام. لقد تركت في مكة أبواباً مفتحة، ولا بد لي من العودة إلى هناك. ها نحن قد اقتربنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلمي يا سارة أننا مأمورون بخفض الصوت عنده وبذل الخشوع والاحتشام. أجل يا حاطب، قد علمت وسمعت من أبي عمرو مولاي ومن سادة قريش ما أصبح عليه صاحبكم من مكانة سامية. سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمهاجرة جئت يا سارة؟ لا. وعاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يسألها: أمسلمة جئت؟ لا. فسألها صلى الله عليه وسلم: فما جاء بك؟ كنتم الأهالي والموالي والعشيرة،
وقد ذهب الموالي يوم بدر، وقد أصبحت في حاجة شديدة، فقدمت إليكم راجية منكم أن تعطوني. رق لها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أنها قد نفت أنها جاءت مهاجرة أو مسلمة، فأمر بإعطائها مالا وكساء. وخرجت سارة في طريقها إلى مكة، ورافقها في بعض الطريق حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، ثم كان منه ما كان. يا سارة، أعطيك 10 دنانير على أن تبلغي هذا الكتاب إلى أهل مكة، ها فماذا تقولين؟ أبلغ كتابا لأهل مكة لقاء 10 دنانير؟ إنه أمر يسير. لا، ليس باليسر الذي تظنين، فإنه لو علم أحد من إخوان المسلمين بأمر هذا الكتاب لكانت العاقبة وخيمة. هات الكتاب، سوف أخفيه في مكان لا يخلص إليه إنس ولا جان. هات الكتاب. ها هو ذا الكتاب، وسوف أتركك الآن وأعود أدراجي، وإذا سألك أحد من مكة عني فإني بخير والحمد لله كما ترين. هيا يا سارة، هيا. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، وقال لهم: أدركوا امرأة قد كتب معها حاطب بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم. أخرج الكتاب الذي معك يا سارة. ليس معي شيء، ليس معي شيء. أخرج الكتاب وإلا فتشنا ثيابك. لا 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 لا، سأخرجه. أدير وجوهكم، أنا سوف أخرج الكتاب، فقط أدير وجوهكم. هيا اذهبي إلى حال سبيلك. سأذهب. كان الكتاب الذي أراد حاطب أن يصل إلى المشركين يحذرهم فيه من اقتراب مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحة، وكتب فيه: أما بعد، فإن رسول الله قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل، وأقسم بالله لو لم يسر إلا وحده لأظفره الله بكم وأنجز وعده فيكم، فإن الله وليه وناصره. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا قائلا: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ حليفا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت يا رسول الله إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. وقال الذي لا ينطق عن الهوى: أما صاحبكم فقد صدق. وقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
تبت إلى الله والحمد لله رب العالمين، فقد شهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق نيتي. ونزلت في حادثة حاطب الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إن عقوبة الخيانة العظمى كما في حالة حاطب بن أبي بلتعة هي القتل كما اقترح بعض الصحابة، ولكن ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد رحمه رحمة واسعة وقبل منه عذره في صفح عجيب وعفو نادر. إن العدل شيء ولكن الرحمة شيء آخر، فالرحمة تقتضي عدم الانسياق وراء عاطفة العقاب، وتلتزم بالبحث الحثيث عن وسيلة تخرج صاحب الأزمة من أزمته. العدل درجة عظيمة ولكن الرحمة أعظم. قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله. عرفت مسيرة الإسلام الخيرة نساء عظيمات خلدهن التاريخ بما قدمنا من تضحيات وما سجلنا من مواقف مشرفة كان لها أثرها في انتشار رسالة الحق في ربوع العالم. وشخصية حلقة اليوم صاحبة فضل ممتد على سائر المسلمين من رجال ونساء، حيث أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون سبباً في حكم شرعي مهم للغاية لكل النساء، كما هو مهم للرجال الذين يتسرعون وتصدر عنهم أقوال يحرمها الشرع لما تحمل من ظلم فادح للمرأة. إنها الصحابية الجليلة خولة بنت حكيم ابن مالك بن ثعلبة، زوجة الصحابي أوس بن الصامت رضي الله عنه. تقبل الله يا سيد عدنان. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هل التقينا من قبل؟ أعرفك بنفسي، أنا أمين الصايغ رجل أعمال. أهلا وسهلا، أنت والد أحمد صديقي ابن مازن؟ أجل. إنني عاتب عليك يا سيد أمين. أعلم ما تريد قوله، وهذا ما دعاني للقاء بك. خيرا إن شاء الله. أولاً أعتذر لك ولولدك مازن من تصرفات ابن أحمد، وأيضاً قصدتك طالباً للمشورة والنصح. وأنا معك في أي شيء.
هل يمكن أن نتحدث عندي بالمنزل؟ إنه قريب من هنا. تفضل تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله، وما الذي دعاك إلى قول هذا الكلام الذي نهانا الله عنه؟ لقد سئمت من تدليل زوجتي الزائد لابننا أحمد، فقلت لها في ساعة غضب: أنت محرمة علي كظهر أمي. يا سيد أمين، إنه قسم الجاهلية ولا يصح أن يتفوه به مسلم. أعلم أنني أخطأت. لقد فعلت مثل ما فعل الصحابي أوس بن الصامت مع زوجته الصحابية خولة بنت ثعلبة. لقد قلت إنه كان قسم الجاهلية، فكيف للصحابي أوس وهو مسلم أن ينطق بهذا الكلام؟ لقد كان أول رجل في الإسلام يقسم بقسم الجاهلية، وهو ما أثار جدلاً كان لابد من حسمه بتدخل إلهي. هل تسمح أن تحكي لي قصة هذا الصحابي مع زوجته خولة؟ فمن الواضح أن بها حلاً لمشكلتي. بل هي حل للكثيرين ممن بلغ بهم الشطط ما بلغت يا سيد أمين. فلتستمع معي إذن إلى حكاية الصحابية الجليلة خولة بنت ثعلبة. في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة. كنت عنده وكان شيخا كبيرا وقد ساء خلقه، فدخل علي يوما من الخارج وحدث ما جعلنا نتشاجر، فاستبد بي وبه الغضب فقال لي: أنت علي كظهر أمي. أو قلتها يا أوس؟ أقسمت بقسم الجاهلية؟ والله لقد تكلمت بكلام عظيم ما أدري مبلغه. اللهم إني أشكو إليك خراب بيتي وتشرد أولادي وضياع زوجي. اللهم إني أشكو إليك. السلام عليك يا عبادة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي. ماذا بك؟ وجهك متغير. لقد أوقعت نفسي في مشكلة كبيرة ولا أدري كيف أخرج منها. خيرا يا أوس، تكلم تكلم معي يا أخي. زوجتي خولة بنت ثعلبة. ماذا بها؟ هل أصابها سوء؟ لقد أخطأت في حقها وصحت في وجهها في ساعة غضب. الأمر بسيط يا أخي، ارجع إليها واسترضها وصالحها. لقد أقسمت عليها بالظهار، قلت لها: أنت علي حرام كظهر أمي. وما الذي دعاك إلى أن تردد قسم الجاهلية يا أخي؟ هذا القسم يعني الطلاق بلا رجعة. قلت لك إنها كانت لحظة غضب، غاب العقل عني ساعتها وقلت لها ما قلت. لا أدري ماذا أقول لك. على أي حال اذهب واعتذر لها، لعل الله يصلح بينكم. السلام عليك يا زوجتي. لست زوجتك يا أوس، فقد ظاهرتني وجعلتني كأمك، فلا تقربني. كنت في ساعة غضب. لقد قلتها يا أوس. سامحيني يا زوجتي. قلت لك إني لست زوجتك، ابتعد عني فإنني محرمة عليك. كانت زلة لسان يا خولة. والذي نفس خولة بيده، لن تمسني وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله في وفيك بحكمه. وتذهب خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه وتستفتيه: يا رسول الله، إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب فيه، فلما كبر سني وكثر ولدي جعلني كأمه،
وإن لي صبية صغارا، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير، فاتق الله فيه، وما عندي في أمرك شيء. يا رسول الله، ما ذكر طلاقا، وإنما هو أبو أولادي وأحب الناس إلي. قال صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا حرمت عليه. اللهم إني أشكو إليك شدة وجدي وما شق علي من فراقه. اللهم أنزل على لسان نبيك ما يكون لنا فيه فرج. ويستمع الله جل في علاه إلى شكوى أسرة صغيرة لا يشغله عن سماعهم تدبير ملكوت السماوات والأرض. إنها معية خاصة من الله تعالى للمؤمن، أن يشعر المؤمن أن الله معه، عالم بحاله، مطلع على أسراره، فيستجيب لحاجاته، وهو الله الكبير المتعال ذو العظمة والجلال. قريب مجيب معين يا الله. لم تبرح خولة مكانها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، متأملة أن يأتيها الفرج من الله. وبالفعل يتغشى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتغشاه عند نزول الوحي، وتنزل آيات الله بأحكامه مستجيبة لرجاء هذه الأمة المؤمنة. أفلجت صدري والله يا رسول الله، وفرجت همي. فقال صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبه. يا رسول الله، ما عنده ما يعتق. فقال صلى الله عليه وسلم: فليصم شهرين متتابعين. والله إنه لشيخ كبير ولا يستطيع صياما. فقال صلى الله عليه وسلم: فليطعم 60 مسكينا وسقا من التمر. والوسق من التمر ما يساوي 125 من الكيلو جرامات. والله يا رسول الله، ما ذاك عنده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فإنا سنعينه بعرق من التمر. وأنا سأعينه بعرق آخر يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا. وهكذا أنزل الله في خولة لها ولكل نساء المسلمين قرآنا خالدا، قضى على آفة كانت سائدة ومنتشرة في المجتمع العربي الجاهلي. وبفضل شجاعة هذه الصحابية وحرصها على بيتها وأولادها، وقبل كل ذلك معرفة أحكام دينها، نزلت الآيات الكريمات التي تبطل هذه العادة الذميمة، وفتحت الباب لرأب الصدع ومراجعة النفس والحفاظ على البيت المسلم. أحقاً ما سمعت من الناس يا خولة؟ أأنزل الله فيك وفي قرآناً؟ نعم يا ابن العم، ولا تعد لذلك مرة أخرى. وندمت والله على ما قلت، وأستغفر الله العظيم. كانت خولة ذات مكانة عالية بين الصحابة الكرام، حيث عرفوا فضلها واحترموا شجاعتها. ففي يوم خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من المسجد فاستوقفته: هيهات يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ ترعى الضأن بعصاك، فلم تذهب الأيام
حتى سميت عمرا، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين. فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي عليه الفوت، ومن خاف الحساب أمن العذاب. كفى أيتها المرأة، لقد أكثرت في الكلام مع أمير المؤمنين. فقال له عمر: دعها، أما تعرفها؟ هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. فعمر والله أحق أن يسمع لها. لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم بشرا يصيبون ويخطئون، ويقع منهم ما يقع من البشر، لكنهم كانوا توابين رجاعين، ورجاعين أي يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير.